لا تحزن، أنا أعلم أن هناك من يهاجمك، هناك من يغتابك، هناك من يوشي بك، هناك من يتكلم عليك بسوء، هناك من يذكرك في المجالس ويتهمك. نعلم، المغتابون كثر، والحساد كثر، والذين يهاجمونك كثر، لكن لا تحزن لأجل هذا. تعرف ليش؟ لأنك أولاً حصلت على حسناتهم إن كانت لهم حسنات، فإن لم تكن لهم حسنات خففت شيئاً من سيئاتك عليهم. لا تحزن، فإن الذي يهاجمك إنما يهاجمك لنجاحك، لأنك وصلت، لأنه لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، فإن لم تكن الشجرة مثمرة فلا أحد يرميها أصلاً. لا تحزن، فإن خير البشر قد سبوه، وكل الأنبياء شتموا وتكلموا عليهم، بل أعظم من هذا، رب العزة جل وعلا لم يسلم من ألسنتهم. فلا تحزن يا عبد الله، وكن مرتاح البال، واعلم أن هذا الأمر خير لك إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة، فلا تحزن. الطير غنى ومال الغصن منتشيا، والنهر صفق والوادي زغارد. بعض الناس للأسف لا زال يعيش آلام الماضي، عنده أحزان كثيرة لا زال يحفظها، بل لا يريد أن ينساها أصلا، يتعمد أن يذكر نفسه بأحزان وآلام طوتها السنون ومضت عليها الأيام، ولا بد أن ينسى. إلى متى تعيش آلام وأحزان الماضي؟ وجزء آخر من الناس يعيش قلق المستقبل، يخاف في السنة القادمة ماذا سيحصل، بعد 10 سنين ماذا سيحدث، بعد 50 سنة ما الذي. يا أخي، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، وكثير من الأشياء توقعها الناس ما صارت أصلا، ليش تعيش الخوف من المستقبل والحزن من الماضي؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي راح راح خلاص، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تقلق من المستقبل، ولا تخف مما سيأتي، فالأمر دعه لله عز وجل، ولا تحزن. كن كالضحى مشرقا أو كالسنا ألقا، فالبرق قبل نزول الغيث محمود. كلمة من عقل معناها وتدبرها ورددها في يومه وليلته، فإنه بإذن الله عز وجل يزول همه ويذهب حزنه. فما هذه الكلمة؟ قول لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. والله من عقل هذا المعنى وردده وتدبره في قلبه، فإنه بإذن الله عز وجل يزول منه الهم. ردد هذه العبارة ولا تحزن. فودع الهم، ما في الدنيا مولية، وبشر النفس فالبشرى ما وعيدُ.